الجمهور الوفي اللي حضر من جميع الاطياف، ونشكر روابط الأندية العربي القادسية السالمية وكاظمة على حضوره، وهذا مو شيء غريب على الروابط ولا على الأندية الطيبة. والله جايين هني لان نادي الكويت بالنهايه ممثل الوطن. ممثل الوطن حق جول الحمد لله. زين جايين حق ممثل الوطن، نتمنى انه يفوز ونفوز احنا باكر وفريقين يصعدون الكويت ان شاء الله. الحمد لله ويكون خير او اللقاء بجول. والله نادي الكويت ما يمثل نادي الكويت، يمثل الوطن وكل الجمهور وكل الروابط اللي متواجده. درويش الصامبا رب رقم واحد في اسماعيلية، الحمد لله تعبنا وربنا وفقنا وفرحة الجمهور ده كله الحمد لله. اسماعيلية بنادي الفوز ده لكل شعب مصر وشعب اسماعيلية، وهارد لك لفرقة الكويت، هارد لك وفرقة جميلة، ومفروض جمعة ده يلعب عندنا في الاسماعيلي. والله العظيم الاسماعيلي في القلب، انا فرحان قوي النهاردة، انا النهاردة حاسس ان مصر اللي كسب والله. والزمالك بكرة مع الزمالك برضو، احنا في الكويت كلنا مصريين. بالتاكيد شيء جميل صراحه، الجماهير الكويتيه اللي كانت موجوده عجبتني، ايضا كلمه الاخ المصري اللي قال احنا في الكويت كلنا مصريين شيء جميل. يعني الاخوان، بعض الاخوان قاعد يزولي بعض التغريدات حق بعض الاخوان، بعض الزملاء، بعض الجماهير اللي مستانسه بخروج الكويت. يعني شيء مؤسف صراحه، محزن اليوم انه اوكي انت فرحان انه فايز الكويت، خسران الكويت على الاقل بينك وبين نفسك، لكن والله تروح وتحط انه والله مستانس وفرحان وتضحك، يعني شوي تحس بالخاطر تزعل. لكن اليوم يعني اعتقد اللي مثل الجماهير الكويتيه هو بالفعل قاعد يمثل الكويتيين كلهم، وشيء جميل شفنا حضورهم، لكن الفرحة للأسف ما اكتملت.